وعلى كلمة الحق اللي قلتوها في حقي. ها انتم استقصيتوا الآراء ومشيتوا لسلا وانتم راكم ولاد سلا وسولتوا على هذا العبد الضعيف، وأنا ما غنتكلمش على نفسي، فأنا كنطلب أن الناس يتكلموا عليا. فالحمد لله، كن مستقيما ولا تخف، أنا كنقولها دائما. ولكن من هذا المنبر أنا أناشد أخوتي، وإن كان المكان لا يليق بهذا الموضوع، كنقول لهم أنا مسامح لكم دنيا وأخيرة، وبغيتكم تجيو لعندي. ممتاز. أجيو عندي نتصالحوا، أنا أخوكم الكبير وأنا مسامح لكم. أنا مسامح لكم دنيا وأخيرة، ما كاين عندي حتى شي مشكل، مرحبا بكم أي وقت وفي أي لحظة. كتعرفوا قلبي كي داير، وماشي تنافق، أنا ما تنقول لي في قلبي. حشو شنو تبغي تقول المغاربة اللي تضامنوا معاك؟ المغاربة الله يطول عمرهم، تضامنوا معايا من طنجة للقويرة ومن جميع أنحاء العالم. جاتني مكالمات من الولايات المتحدة، من فرنسا، من بلجيكا، أوروبا كلها، وهذا حب الناس، لأن حب الناس ما عندوش ثمن.